كفى وعودا نريد أفعالا لا أقوال. هي شعارات حطت على يافطات رفعها ذو الإعاقة الخاصة اليوم أمام مجلس الوزراء لمطالبتي بتفعيل قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 4 لعام 1999 الذي لم يطبق حتى يومنا هذا. يعني احنا نقول بصراحة أنه كفى وعود وكفى انتظار لتطبيق القانون، لأنه احنا بنعرف أنه يعني الأشخاص ذوي الإعاقة في وطننا هم شريحة واسعة جدا وكبيرة، وهم من جزء لا يتجزأ من هذا المجتمع، وبالتالي لابد من تطبيق القانون اللي بتعلق بكافة حقوقهم، من الحق في العمل يعني التشغيل إلى خلينا نقول موائمة الطرق المواصلات يعني وسائل النقل الطرق الأرصفة الأبنية، على أساس طبعا الحق في التعليم التأهيل. الفعاليات جاءت بتنظيم من منظمة معاقون بلا حدود، حيث انطلق الاعتصام من أمام مبنى مجلس الوزراء مرورا بالمجلس التشريعي وصولا إلى ميدان الشهيد ياسر عرفات في رام الله. نحن في هناك حق مهضوم للأشخاص ذوي الإعاقة، هم أكثر شريحة مهمشة وهم أكثر شريحة يعني بتعاني من الفقر، فنحن أتينا اليوم من أجل أن نطالب الحكومة الفلسطينية بالحق المشروع للأشخاص ذوي الإعاقة، ليس امتنان من أحد ولكن هذا حق لنا. كما أقيمت خيمة الاعتصام ستنصب لعشرة أيام من أجل الضغط لتطبيق القانون وتوفير حياة كريمة لهذه الشريحة من المجتمع. سماح أبو عكل لتلفزيون وطن.